بالنسبة للمنتخب المغربي فأولا الشعب كله تيعيش الفرحة ديال أنه 20 عام تأهلناش لكأس العالم، ثانيا فالتشكيلة الوطنية ولا الدراري اللي كاينين في المنتخب كلهم معقودة عليهم أمل كبيرة، وكل شيء رغم أن المجموعة ديالنا صعيبة ولكن كل شيء عنده أمل أنه على الأقل ندوزوا للدور الثاني وإن شاء الله نتمنى وتحقق هذا الشيء. هذا كنظن بما أننا تأهلنا المونديال دونك عندنا فرقة والحمد لله ولينا كنعرفوا شكون هي الفرقه اللي غتلعب الماتش الجاي، عارفين كل بوست، عارفين اللعابه ديالو الا ما كانش واحد كاينين جوج، غير ماشي بحال شحال هذه كل ماتش بفرقه. الحمد لله كاين عندنا مدرب اللي متمكن من الخدمه ديالو، ونتمنوا من الله يكون نتائج مشرفه اللي تفرحنا وتفرح الشعب المغربي كامل ان شاء الله.